السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف قسم البيلينج في زبندر. دي منصة الربط بين الأقسام المختلفة في المشروع. طيب قول له البيلينج، قال هنا البيلز وهنا الـ RFQ، ريكوست فور كوتيشن، الريبورت تشارت، هنا الفواتير تقدر تشوف. تقدر تعمل ادز للفاتورة الجديدة، نختار مثلا ديت ديت مثلا الفاتورة، هنسميها مثلا OS، الأونر، الكونسلتنت، التاريخ، نوع الفاتورة، الكونتراكت تايب، لامسم، الديوريشن، بكم شهر. هنا ال RFQ، ريكويست فور كوتيشن، تقدر برضه تضيف زي ما انت عايز، مثلا الكود، التاريخ، التمبليت، البايس، هنا ريبورت، تقارير بقى عن كل المشروع. خلينا مثلا نختار دوت وقول فاينل ريبورت. ممكن نقول له داونلود شيت، فيبدأ يحمل لي الشيت دوت على الجهاز عندي. دي الميزة إن أنت تقدر تحمل الحاجات لإكسل والبروماجيرا وهكذا أهوت بالشكل دوت، الاسم، البرايس، الكوست، دايركت وإندايركت، والتوتال. هتلاقي هنا برضو كمية تقارير كتير جدا، زي مثلا الكوست كود، يونت ريت، ريت تري. تقدر تعمل سيلكت وتعمل داونلود للعناصر اللي انت عايزها، ولا بقى معلومات جنرال. تاخد كل الاسمبلي بيلدر، العناصر اللي انت هتستخدمها في المشروع بتاعك، الكاتيجوري بتاعتها، واليونت هتحسب مثلا باليوم ولا بالطن ولا بالكيلو. وتقدر تضيف اسمبلي جديدة. هنا الاعدادات بتاعت شكل الفاتورة، شكل الستاتس، والبي او كيو، والمارك اب، وهكذا. واهم ميزه احنا كنا فيها اللي هي موضوع الربط دوت، تقدر تيجي هنا وتقول له بيم اساينمنت، وتعمل ربط بين العنصر اللي هنا وبين العنصر ده موجود فين في الموديل بتاع البيم. تعمل له اساين اليمنت، يعني تحدد العنصر اللي انت عايزه وتحدد هنا العنصر ده مثلا وتقول له assign element.